تحديث الايباد او اس 17 جاب لنا ميزه كانت موجوده بالايفون، تقدر تسوي شاشه القفل بهذه الطريقه، وفيها وجهه تضيفهم بهذا المكان. الطريقه كالتالي: انك تكون قدام الايباد الشاشه مفتوحه ما تفتح للاعلى، تضغط ضغطه مطوله باي مكان بالشاشه وتروح جهه اليمين وتسوي اضافه. راح تقدر تختار اي خلفيه من الموجودين، وراح تظهر لك الساعه والتاريخ ومكان للوجتس. فهني إذا اخترت الساعة راح تقدر تختار بين الخطوط اللي موجودة بهذا المكان، تقدر تختار سمك الخط وأيضا اللون. أيضا بالأعلى تقدر تختار من الوجت الموجودين، ولكن الأنسب هو اليوم والتاريخ مثل ما أنتم شايفين بهذا المكان. وهني الوجت تضغط عليها حسب البرامج اللي موجودة عندك، راح تقدر تضيفهم بهذا المكان. مثلا لو اخترت الساعة، هني في عندك أكثر من شكل ساعة، تقدر تختار أي ساعة تناسبك. مجرد ما تضغط عليها راح تنتقل لهذا المكان بشكل مباشر، وتتغير مع اللون اللي أنت تختاره بهذا المكان مثل ما أنت شايفين. بعدها تضغط على آد، الأزرق اللي موجود هني راح يخليها للأثنين، وإذا اخترت تحت كاستمايز راح تقدر تختار شاشة القفل بتصميم ثاني مختلف عن التصميم اللي كان موجود. لكن الميزة الإضافية اللي صارت موجودة هني إنك تقدر تختار لون كامل سادة لشاشة الخلفية، أو تدرج بين لونين. بعد ما تضغط على الزائد تقدر تختار اللونين اللي تبيهم مثل ما انت شايفين بهالمكان. صار عندي لونين تدرج من البرتقالي إلى الأخضر. وأيضا تقدر تختار الصور وتقدر تضيف عليهم البلر. مثلا هني لو اخترت الصور واخترت هذه الصورة، أقدر أختار من المؤثرات اللي موجودة بهذا المكان، أضغط على دن وبعدها أختار بلر. مثل ما انت شايفين صارت بشكل مغبش. أضغط على دن. بعد ما تختار هذه الخلفية، الحين لو فتحت الشاشة راح تلاحظ ان الشاشة تغيرت. واذا قفلت الايباد وفتحته مرة ثانية وضغط ضغطة مطولة، راح اقدر اختار الخلفية السابقة اللي انا كنت مختارها اساسا وتظهر بشاشة القفل. واذا فتحتها ايضا رجعت الخلفية الثانية، بما يعني ان اقدر اسوي لي مجموعة من الخلفيات للشاشة ومجموعة من خلفيات القفل، وكل ما ابدل بينهم راح يتغير بشكل مباشر. اذا كثير نزلت بالايباد او اس 17 تبون نسوي فيديوهات عن هذا الموضوع، كتبوا لنا بالاسفل. سلام.